شهدت حديقة بنت الشاطئ بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم الرابع. تعد الحديقة التي افتتحت مطلع يونيو الماضي متنفسا لأهالي دمياط، حيث تتوسط المدينة وتطل على كورنيش النيل. احنا على طول متعودين على الجنينة نيجي فيها على طول كل سنة أنا وأولادي، والحمد لله أن ربنا كرمنا وجدد دلوقتي، والسيادة المحافظة ظبطتها وبقت حاجة جميلة إن شاء الله تشرح القلب. ونشكر الرئيس السيسي عشان هو بنانا الحديقة الحلوة دي، وكل سنة وحضراتكم طيبين. حبيت أقول كل سنة وأنتم طيبين، والحديقة اتحسنت أحسن من الأول وفيها ألعاب وملاهي وإحنا متبسطين، واتطورت بقت أحسن من الأول بكتير، وهي في أماكن كتير في مصر جميلة وشوارعها جميلة وفي أمن وحراسة. الساعة جنينة دايما متعودين نيجي عليها على طول من واحنا صغيرين، وكمان بقت حاجة رائعة وجميلة بعد الإنشاءات والتجديدات اللي اتعملت فيها فيها ألعاب كتير وحراسة كتير. بنشكر حضراتكم على الحديقة والتطور الكتير اللي كان عن الأول.